需求。السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج رشيد شو. اليوم حلقة ماشي عادية، لأننا غادي نحتفلوا بتأهل المنتخب الوطني المغربي المونديال روسيا 2018. والحلقة ديال اليوم غتكون مليئة بالمفاجآت، وحاضرين معنا مجموعة من الناس اللي كيمثلوا المنتخب الوطني وأيضا بعض النجوم. ولكن قبل غادي نستقبلوا دابا واحد النجم مغربي، نجم المنتخب الوطني المغربي، اللاعب الدولي فيصل فاجر. فيصل فجر، مرحبا بك. السلام عليكم خويا رشيد. نهار كبير هذا. نهار كبير هذا. كل شيء مزيان الحمد لله. مبروك عليكم هذا التأهل هذا. الله يحفظك اخويا. منين جيتينا بعدا؟ جيت النيشان من مدريد. دابا معك من مدريد. كان عندك ماتش البارح؟ عندي ماتش البارح ولعبنا وربحنا 4-1 وجيت مرحبا. شكرا بعدا اللي المهم خديتي الطريق وخديتي عناء السفر باش تكون عندنا. كنبغي نهنيك مره اخرى على التتويج ديالكم وتأهل ديالكم لكأس العالم، واللي عرفت أن اللعب في المنتخب الوطني المغربي بالنسبة لك كان حلم الطفولة. بيان سور، أنا من الصغير أنا الغيف ديالي هو نلعب مع المنتخب الوطني. أنا كنت فرش في الكورة، وكنت فرش في حجي وباسيل وكاماتشو، هادو اللاعب اللي دازو. أنا الغيف ديالي نلعب مع المنتخب، وجي غاليزي الغيف ديالي وحققتي الحلم ديالك. فوالا، ودابا إن شاء الله كنتسناو دابا نبداو لكم جيمو ان شاء الله. ان شاء الله. درتي شويه تسخينات باش تمشي لروسيا؟ لا ما درتش حتى حاجه، كنتسنى دابا غير نمشي وصافي. لا زعما واش جبتي شي كبابط شي حاجه؟ لا جبتي الباليزه ديال روسيا حتى الجو بارد قالوا لي. ماشي مشكل، انا في فلان، انا ولدي فلان، انا ولفت ولفتي مزيان ولفت البرد اخويا. المهم ديما كنكون في فلان، ديما كنمشي نشوف العائله والبرد صافي، ولفت انا مع البرد. دونك انت ما غتلقاش مشكل هي؟ لا ما غنقل لا مشكل لا والو. مزيان الحمد لله. برافو عليك فيصل فجر. الله يحفظك اخويا رشيد. فيصل فجر، انت تبارك الله من اللاعبين المتالقين اللي حققوا انجاز كبير. الطموح ديالك دابا واش كتشوف بان يعني لا كوب دي موند ممكن المنتخب المغربي يدير شي حاجه ان شاء الله؟ بيان سور اخويا، تبارك الله عندنا واحد لو جروب فورميدابل. ما نقول لك صراحه، ديما كنتمناو نتلاقاو ونجمعوا باش نلعبوا الماتش وهادي. ومهم عندنا تبارك الله دي غون جوار اللي كيلعبوا في دي غون شامبيونا. او خويا، لو بلوز امبورطون هي لوبجيكتيف اللي عندنا، ندوزوا لي بول وان شاء الله. فين كتطمحوا انكم توصلوا مثلا في لا كوب دي موند؟
نقول لك صراحة نقدروا نمشيو حتى للكارت دو فينال إن شاء الله. أنا هذه القضية هذه اللي جاتني غريبة، كنشوف تصريحات ديال اللاعبين وبعض المسؤولين في الفريق كيقول لك في الفريق الوطني كيقولوا بأنه نقدروا نوصلوا للدور الأول ولا الثاني، ولا علاش ما ديوهاش كاع؟ لا حنا بغينا نديو لا كوب دي مون، كنلعبوا باش نديو لا كوب دي مون، كنلعبوا لي ماتش باش نربحوا لي ماتش. ولكن فو بوب لي عندك لي ما عندنا لي زيكيب، كاين الالمان كاين البرازيل الارجنتين اللي واقفين كيلعبوا لا كوب دي مون، ولا اللي يطيحكم معاهم اخويا. احنا دابا القرعه غدار لو 1 ديسمبر ياك، 1 ديسمبر غيديروا لي تيراج او سون ان شاء الله. يا ربي ما تطيحوا لا مع الارجنتين لا برازيل لا لا فرنسا لا المانيا لا لا المانيا. يا ربي قولوا امين امين عملتي. لا لا انا ما كنخافش اخويا، دابا انا ولفت كنلعب ضد برشلون ومدريد بارك الله. المهم عندنا الفرقه نقول لك صراحه عندنا دي غون جوار في دون ليكيب تبارك الله، يستاهلوا يقدروا ان شاء الله يديروا، نقدروا نديروا شي حاجه مع الجوب اللي عندنا، الستاف تكنيك اللي عندنا وكل شيء، وان شاء الله غنديروا شي حاجه ان شاء الله. والجمهور معاكم دائما ان شاء الله. انت من افران ياك بالضبط الاصل ديالك؟ شلح. شلح اي تسوى وسط مازيغ تنكيل. انا عندي العربيات عندي العربيه شويه عيانه. ما يتعنيد لاباس ثنا كلشي بخير هنا الوقت ثنا الوقت يشيك ثنا غوش اسخا هي صافي برافو عليك. فيصل الفجر حنا الحلقه ديال اليوم خصناها للمنتخب الوطني المغربي، دونك الضيف ديال الحلقه هذه والنجم ديال الحلقه هو المنتخب المغربي اللي حمر لينا وجهنا كيف ما تنقولوا، قدر انه يتاهل للمونديال. درنا واحد لو بورتري اللي كنديروه على النجوم عاده، درنا على المنتخب الوطني المغربي، نشوفوا هذا البورتري هذا ونرجع. المنتخب المغربي اسود الاطلس، اول لقاء للاسود كان في 19 اكتوبر 1957 ضد العراق والماس سالب 3-3. ابطال افريقيا سنه 1976 في اثيوبيا وماركا بابا فاديسا بابا. وعلى المستوى العالمي شارك المنتخب الوطني اربع مرات في كاس العالم سنوات 1986 و1970 في مكسيكو، وقدر يكون اول منتخب عربي وافريقي يدوز للدور الثاني. ومن بعد شارك في كاس العالم 94 في الولايات المتحده الامريكيه و98 في فرنسا، والان ضمن المشاركه المره الخامسه في المونديال الروسي 2018 مع الداعيه الثعلب الفرنسي ايرفي رونار ورئيس الجامعه السيد فوزي القجع. والمغاربه كاملين فرحوا بهذا الانجاز وبداو كيوجدوا الباجاج باش يمشيو تحت شعار وجدوا الفيزا وجدوا الفيزا. طبعا تاريخ المنتخب الوطني حافل بالعطاء، ونتمنى ان شاء الله القادم يكون احسن. حاضر معنا اليوم ايضا واحد النجم ديال الكره المغربيه، تالق سنوات كثيره، لعب في كاس العالم سنه 98، هو من اللاعبين اللي مشهود لهم بعطاء كثير داخل المنتخب الوطني المغربي. اليوم حاضر معنا هو الان مساعد مدرب المنتخب الوطني المغربي، تصفيقات حره على اللاعب الكبير مصطفى حجي. حجي مرحبا بك. الله يبارك فيك. مازال عندك لي فان تبارك الله؟ مازال شويه غير تتهلاو فيا الاولاد ياك. بارك الله عليك سي مصطفى حجي. باش نذكر الجمهور المغربي والجمهور اللي يتبع الكره، انت لعبتي في كاس العالم كلاعب، والان غادي تلعب وغتشارك في كاس العالم كمدرب. شنو الاحساس ديالك؟ شاركتي كوم جوار ودابا كوم اونترينور غاد جوار.
رضات الوالدين. رضات الوالدين. إيه. نعم الحمد لله صراحة الشرف كبير باش تلعب في المنتخب الأول والحمد لله على دابا في المنتخب شي أكثر من 20 عام الحمد لله دونك سي امبورطون. أنا درت جوج المونديال مع المنتخب ومع ودابا مع سعيد المدرب سيرونا غادي نمشي مع الأولاد وإن شاء الله شرف كبير باش نمشي عاوتاني مع هذه الفرقة هاد اللاعبين هادو الجداد تبارك الله عليهم فرحونا وحمرونا الوجه وعطاو وشفنا فيهم شي واحد النفس اللي شحال هادي ما شفناه في المنتخب وصراحة قبل نكونوا هاد الفرقة حنا عائلة كبيرة صراحة. عائلة كبيرة يعني عائلة كبيرة خارج الملعب نتوما طبعا يمكن هادشي اللي خلى المنتخب الوطني انه يكون العطاء ديالو كبير داخل الملعب. نعم صراحة هو بصح سول فيصل الدراري تيجيو تيتجمعوا. دابا لا سي فغي لا كرون فخي مصطفى لا سي فغي بحال الفاميلا اخويا سي فغي كنتمنى غير فهمتي اون سو روتروف باش نلعبوا تو فوا كونسونتراسيون في الاوتيل هذه تحكاك شي واحد كيهضر بالهولندي بالريفيه بالعربيه بالشلحه فرونسي الانجليزي. هذا الجميل في المنتخب ان كاين بزاف ديال اللهجات واللغات داخل الفريق كاين اللي كيهضر بالريفيه كاين اللي كيهضر بالامازيغيه كاين اللي كيهضر بالفلامانيه بالهولنديه وشكون اللي كيترجم هادشي كله؟ هو القلب. القلب برافو القلب القلب صراحة كل لاعبين تذكر التصورة اللي عندنا في الملعب تتشوفوها علاش باسكو اللعابة بيناتهم تتعاونوا بيناتهم صراحة تتسناو غير ذاك الوقت باش يجيو المنتخب باش عاوتاني يفرحوا يلقاو خواتهم والعائلة ديالهم على هادشي اللي تنشوف ذاك النفس وذاك الروح اللي تيكون في الملعب كلهم تبارك الله كيتقاتلوا على الرايه المغربيه وهذا الشيء لمسناه وصراحه غاب علينا هذه مده كبيره شحال هذه ما شفناش هذه الروح القتاليه في المنتخب الوطني المغربي هذه تقريبا نقول 11 سنين ما شفناش هذه القتاليه اللي شفناها في الملعب خصوصا في المباراه النهائيه مع الكوت ديفوار شفنا الدراري كيلعبوا انا تنقول تبارك الله هذه البرازيل لعبه تبارك الله انا برافو الدراري حيت كنموتوا على التوني ما نكذبش عليك ما نقول لك الصراحه ما كنلعبوش كنفكروا في لا فامي في العائله في المغرب كامل في المغاربه كاملين وكنموتوا على التوني ما كنلعبوش على لا بريم ولا الفلوس صافي عندنا الصالير ديالنا في الكلوب ديالنا كنجيو المنتخب بال لا فامي لي فرير اوني دي فرير كلشي اوني توجور كونتون دو سو تروفي وانتم اول فريق كيوصل لكاس العالم تصفيات وما تسجل عليكم حتى شي هدف وتعتبر المنتخب المغربي عنده تقريبا اقوى دفاع في هذه التصفيات هذه شنو اللي خلاكم اولا ما تسجل عليكم حتى شي هدف فين كاينه نقطه القوه عندكم؟ لا هي لا سوليداريتي ما بين اللعابه والمهاجم الاول هو بوطيب اللي تتشوفوا تيخدم وهو اللي تيعاون بزاف ف باش الدراري يكون عندهم اللور يكون داك الشيء ما يكونش صعيب دونك كل واحد تيدير خدمته وتيتعاونوا بيناتهم من لاتاكون حتى للديفونسور هي وعلاش ما تمارك عليكم تبيت علاش في حتى شي ماتش حيت كلشي دابا في الكره خويا رشيد دابا واخا اتاكون دابا سي فري خصك تماركي البيوت وهذه ولكن لو برومي ترافاي اللي خصك دير خصك فهمتي تو دو بيان ديفوند وتبارك الله هادشي اللي قال دابا مصطفى خالد بوطيب اللي كيدير خالد ولا عزيز بوعدوز ولا تاكون اللي كيلعب فهمتي كنعاونوا في التيران كنقاتلوا تي فوا دونك ايضا الحارس المرمى الكارديان مونير تبارك الله هنا ورا جروب لو 11 كيجو ثقة على مونير دونك فوالا دونك دابا في الكرة الا بغيتي تربح لي ماتش خصك تكون توجور امباكت ولا كومباكت وتبارك الله حنا دو لاتاكون حتى لو غارديان تو مون ديفون حتى علاش حتى واحد ماركا شي بيت بارك الله عليكم وسود الاطلس كانوا فريمون سبوعه كيف ما تنقولوا لان حتى اللقب صعيب انتم ما عندكمش لقب سهل وسود الاطلس يعني خصكم تكونوا سبوعه في التيران دابا نشوف مثلا غير فرنسا تلعبوا ضد فرنسا ما يمكنش تخسروا ما يمكنش هما الدياكا ما يمكنش ديك يغلب السبعه
ياك ما مقبولاش ما يمكنش ياك ولا لا غنربحوا لا فرونس ان شاء الله ان شاء الله غادي نخلي الجمهور ونخليكم تشوفوا معنا واحد الفيديو اللي كيلخص شي شويه المشاركات ديال المنتخب المغربي شوفوا هذا الفيديو هذا ورجعوا اينز كام باك هكذا صراحه المنتخب المغربي حكيم زياش المبدع حكيم زياش بارك الله عطاء كبير ديال المنتخب الوطني المغربي والحمد لله الان كيف ما قال فيصل فجر كان الحلم ديالو ملي كان صغير انه يلعب في صفوف المنتخب الوطني المغربي والان ها هو كيلعب معهم وكيتاهل لكاس العالم الاحساس ديالك انت وفاش عرفتوا بانكم غادي تاهلوا مع مورا السفاره النهائيه ديال اخر مقابله مع الكوت ديفوار كيفاش تلقيتي كيفاش جات هذه الفرحه هذه عاود لينا شويه ما نقدرش نقول لك واو كام ويم جي بلوري دي بلور دي لام كوشي اخويا والله مشيت عند نبيل عقلت مشيت عند نبيل ديرار وكنا كنبكينا انا وياه في التيران وابخي صافي جات الفرحه ومهم كتفكر في لا فامي في المغرب كامل المغاربه كاملين يفرجوا في الماتش هنا هادشي اللي بغينا هادشي اللي بغينا غير نفرحوا البلاد هادشي اللي بغينا الوالده ديالك حتى هي الوالده الوالدين كوشي ديما شنو قالوا لك شنو قالت لك الوالده قبل المقابله ومور المقابله؟ ما كندويش بزاف مع الوالده مور زعما قبل الماتش المهم ديما كدعي معايا هي صافي كنسمعها كدعي معايا كتصيفط لي دابا عندها واتساب كتصيفط لي واتساب كتصيفط لك واتساب ولكن كتصيفط لي واتساب 4 مينوت ميساج بوكال 4 مينوت كنبقى 4 دقائق ديال الميساج بوكال كنقول لها واه ماما عيط لي احسن ما تحلي لي الميساج 4 مينوت المهم كندوي معاها وامي كدعي معايا وصافي وكندخل في التيران وكنفكر في لا فامي في المغاربه كاملين هادشي علاش اش قال لك مصطفى كتجي المنتخب واخا لعبتي اون مينوت واخا كتكون في بونتوج ما لعبتيش ماشي مشكل خوك اللي كيلعب في التيران خصك تعاون طون فخير صافي حنا اون فامي فيصل فجر طبعا انت شاركتي في مجموعه من الانديه لعبتي مجموعه من الفرق غادي نشوفوا واحد الفيديو اللي كيلخص شويه المسار ديالك شوفوا حالا ورجعوا فيصل فجر لعبتي مجموعه من الانديه الا قلت لك شنو هو النادي اللي كتحلم انك تلعب فيه مستقبلا واو اش نقول لك شنو اكيد انك ملي كتكون كتشوف نهضروا على البطوله الاسبانيه مثلا شكون هو الفريق اللي تحلم تلعب فيه لو غيف ديالك انك تلعب فيه
ريال مدريد. ريال مدريد. ولكن دابا غنرجع للمغرب غيكون عندي بروبليم مع الخطافي. مع الخطافي لا لا. خطافي الله يخليكم، هذا راه الا درتو مع شي حاجه غنخطفوه. لا الفرقه ديالي من الصغير. الفرقه ديالك طبعا انت يعني اش نقول لك كتعطي فيها الان وراه، ولكن الانسان كيطمح عنده طموح طبعا انه يتالق ويزيد القدام، مساله عاديه بيان سور. ولكن انا نقول لك صراحه انا نابورت كي ليكيب انا غير بغيت نلعب الكره، بروميير سيري ولا بروميير سيري في اسبانيا ولا في هولندا ولا في المانيا. ولكن انا نقول لك صراحه المنتخب اللي كان في قلب تاعنا. برافو عليك مصطفى حجي. الا قلت لك شكون هو الفريق اللي تمنوا انك ما تطيحوش معاه في المجموعه، فملي يديروا التيراج او سور، ملي يديروا القرعه، شنو المنتخب اللي تتمنى انك ما تطيحش معاه؟ لا صراحه دابا اسبانيا. اسبانيا. اسبانيا علاش؟ علاش اسبانيا عندها، انا تنشوف بزاف المنتخبات اللي تيلعبوا دابا، واسبانيا عندهم صراحه انا ما تنخافوش من اي واحد صراحه، مع هذه الفرقه هادو، مع هذه الفرقه هادي، مع هاد الاولاد هادو ما تنخافش. مي ما بغيتش نطيح في اسبانيا في الاول، والاخرين المانيا ولا انجلترا ولا اللي جات مرحبا بها، مي اسبانيا في الاول لا. ياك نتمنى ان شاء الله ما تطيحوش في اسبانيا، طيحوا ان شاء الله في اش نقول لكم؟ برازيل، مصر. مصر. بنما بنما. والمهم شوف، حنا كلنا عندنا ثقه كبيره في هذا المنتخب الوطني، وان شاء الله نتمنى انكم تحققوا نتيجه ايجابيه. غير هي روسيا شويه مع القضيه البرد، ما اجي مساله البرد واش ما تاثرش على اللاعبين؟ لا في ذاك الوقت ما تيكونش بزاف البرد في روسيا صراحه، ولكن كاين واحد ماشي بزاف، ماشي بزاف، وحنا حنا الدم سخون ما كاين مشكل. سمعت غدو معكم بزاخر من داك الشيء. هذا الشيء بحق هذا الشيء ما خصني نعرفوه مع واحد السيد اللي تاهو حاضر معنا واللي في جنود الخفاء اللي تاهما ساهموا في هذا الانجاز هذا. بغيت منكم تصفيقات حاره عفاكم على نبيل العياشي. مرحبا بك. الله يبارك فيك سي رشيد، صافا؟ نهار كبير هذا. الله يحفظك. كنتي مسؤول على التغذية ديال المنتخب الوطني المغربي. نعم، هذا شرف. طبعا المنتخب المغربي سمعت بأنه فين ما كنتوا كتمشيو كنتوا كديو معكم الماكلة ديالكم، المؤونة ديالكم كاملة. عاود لينا على هذه التجربة هذه. هذه فكرة اللي ربما ماشي صحيحة 100%، لان تنديو معنا الامور اللي ما نلقاوهاش تماك، ولا الامور اللي غتكون عندنا صعيبه باش نلقاوها تماك. اما الامور بحال الحريره مثلا، بحال الزنجلان، بحال زريت كتان. ياك كدير معكم دي زانغريديون ولا؟ لان هو كاين ان بروغرام اليمونتيغ اللي تيتقاد مع 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 ليكيب كامله، مع الطاقم الطبي اللي تيتراسو الدكتور هيفتي، مع الطاقم التقني بطبيعه الحال، مع الكوتش، مع مصطفى، مع باتريس اللي هو الجوانت هو ديال الكوتش. يعني ماشي غير تنجيو تنعطيو لو بروغرام هكاك، فكاين توت ان بروغرام اليمونتيغ اللي تيدار، وتنشوفوا على حساب واش غنمشيو ثلاث ايام قبل الماتش ولا اربع ايام ولا يومين، على حساب شحال من حصه تدريبيه غنديروا، واش وحده ولا جوج. يعني كاين بزاف الامور اللي تنعتمدوا عليها باش نديو هذاك لو بروغرام اليمونتيغ. تبارك الله. سي نبيل العياشي، المشاركه ديالك في المنتخب الوطني خلات بزاف من الجمهور خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي انهم يطرحوا بعض التساؤلات وتيقولوا اش كيدير نبيل العياشي تما؟ بزاف. انا الوالده كانت كتفرج في المنتخب في الليل، قالت لي الصباحيات ولات كتنزل. اللي بغيت نسولك السي نبيل هو يعني بزاف كيسولوا على سر النجاح ديال المنتخب الوطني واللعب ديالهم، لان تبارك الله كونديسيون فيزيك ديالهم كانت مزيانه. الحمد لله. واش السر هو الحسوه وداك الشيء؟ سميتها الاخرى هذيك بالبوله. بالبوله والاخرى اللي كتقول لهم لا ماشي الحبه السوداء. زريعه كتان. زريعه كتان. قول لي يعني واش
بصراحه. يعني واش سوء التغذيه مثلا ولا طريقه الاكل ممكن تاثر على اداء اللاعبين؟ طبيعه الحال، طبيعه الحال هذه مساله مفروغ منها، لان ملي تنشوفوا ان اللاعب عنده واحد المجهود، مجهود بدني وذهني في نفس الوقت، لانه خصو يبقى مركز، خصو يعرف كيفاش يمشي، وفي نفس الوقت مجهود بدني. فالحاجه الوحيده اللي تيمكن لها تعطيه الطاقه هي التغذيه ديالو. فملي تنشوفوا ان كبريات الانديه الان في العالم وكبريات المنتخبات ولا عندهم اخصائي في التغذيه، فاحنا الحمد لله يعني انا كان شرف ليا بدا باش انني نكون ضمن المنتخب، وهذا كان حلم ديالي منذ الصغار، والحمد لله يعني كان عندي الشرف باش نكون مع هذا الفريق هذا. فاكيد ان النظام الغذائي تيقدر ياثر يا اما بشكل ايجابي او بشكل سلبي. يعني انا مفروغ منها. سمعت بانك انتحار من اللعابه من الشهيوات، ممكن تصارم معهم يعني كتقول لهم خصكم تتبعوا هذا، ولكن انتوما تيتفهموا يعني لان ملي تنجيو مثلا بحال دابا قبل الماتش كاين شي امور اللي هي ممنوعه بحال مثلا بحال دابا المناضه ممنوعه قبل الماتش، ما تكونش في هذيك العشر ايام قبل الماتش. بعض الانواع ديال الامور ما تكونش كاع 10 ايام ما يشربوش مناضه، لا ما كايناش، ما تدورش مناضه. سول الفيصل ما كايناش مناضه، كاين اتاي تيدور، اتاي بسكر، اتاي كاين تيدور. دايوغ فيصل اللي ما كانش اتاي في الطبله راه ماشي ضروري، خصك دير اتاي في الطبله مع الغداء ياك اتاي ضروري. لا ما كتشربش اتاي، ماشي ماشي مغربي. برافو عليك. وسمعت واحد القضيه عند فيصل كيموت على البصاره و العدس اللوبيا. انا نقول لك، انا نقول لك علاش تيموت، انا نقولها لك. كلشي اخويا بلاتي بلاتي، هذا واحد البلا اللي وجدتيه وصلتنا الصوره ديالو، هذا ديالك؟ لا هذا العدس كنا وجدناه. هذا كان نقدر نقول كاع هذا البلا هذا هذا هو السر الفوز ديالهم. فشوف لان الاغلبيه ديال اللعابه تيسكنوا خارج ارض الوطن. نعم. فهما تيكونوا متحمسين باش انهم منين يدخلوا المغرب يكون واحد البرنامج اغذيه مغربيه. فالهدف ديالنا حنا اشنو تنديروا؟ تنوجدوا الاغذيه المغربيه ولكن بطريقه اللي تتكون صحيه. ماشي ما تيكونش ليدان بزاف، ما تتكون يعني تنحاولوا اننا نادابتو كيف ما قلت لك على حساب واش حنا في جيم 1 2 ولا جيم 1 3 ولا جيم 1 7 بارابور لو ماتش. وان فوا تيدوز الماتش بطبيعه الحال راه تيكون لو بروغرام اليمونتير تيولي ليبر، يعني تتولي الفيشطه سيرتو ملي تنربحوا. انا عاقل مثلا الماتش ديال مالي فاش كنا ربحنا كان نهار العيد الكبير، اش كليتو؟ ربحنا بسته لواحد ورا الماتش كان الشوا. تبارك الله، لان كاين لك الجانب النفسي كذلك اللي عنده دور، وسورتو ملي تيكونوا اللعابه يعني تيتفاهموا تيمشيو في هذا الاتجاه، لان كيف ما قلت لك لا الطاقم الطبي لا الطاقم التقني يعني تيكونوا تنعطيو دي ميساج للعابه وما تيمشيو معنا في نفس الاتجاه. يعني هذاك الاسبوع تيحرموا راسهم من مجموعه، ولا هذيك العشر ايام تيحرموا راسهم من مجموعه ديال الامور اللي تتولي ليبغ من بعد الماتش. شنو حرمتي؟ شنو الحاجه اللي تحرمتي منها مع السي نبيل العياشي؟ لا تبارك الله على النبي، والله ياك بيرسون امبورطون في لا سيليكسيون. وصاحبكم بزاف، سمعت صاحب مع اللعابه كاملين. بزاف لاعب كامل. وانت اخويا مصطفى نبيل؟ نبيل قول لي شوف انا نقول لي هذا الوحيد اللي كيضرب لي دامه. لا شوف بالعكس مصطفى، بالعكس مصطفى عزيز عليه البتيخ صفر وعزيز عليه هذاك السويله حتى هي تعجبو بزاف. ولكن واش هو داخل معكم في التغذيه ديال اللعاب ولا لا مصطفى؟ بطبيعه الحال ولا كياخذ اللي بغا؟ لا داخل حتى هو. ما كاينش، شوف ما كاينش الماكلات انا كيف ما كاينش. كاين اللعابه اللي تيكون عندهم شي حاجه سبيسيال على حسب الحاله ديالهم، ولكن انا بغيت نرجع للجمله اللي قالوا قبيله وهي بصح، والله الا بصح، زعما ماشي حيت حنا في التلفازه غنقول هاد لافخاز. الشيء ديك ما تعنيه كلمه عائله من معنى. نعم. يعني بصح عائله وحده. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه حالا في واحد الفيديو ديالك مع لعابه ديال المنتخب الوطني، وغادي نرجعوا وغتبقى معنا حتى لاخر الحلقه. مرحبا. تبارك الله عليك، ثقة على النبي العياشي. ولا برومي ولا في؟ لا ما يرجع. مزيان. كنت دابا شنو دابا تي موندي كخايف دابا دوزيام تور. افيك لو فريرو ولا في فوالا ان غران ميرسي ا تو ستاف. لو فريرو اي لا اون سوبي دو تور انسومبل. كوب دو موند ان روسي مون فريرو. فيصل فيصل هو نبيل نبيل هو فيصل. إذا سولتكم على إيرفي رونار كيداير في علاقتكم معاه مع اللاعبين، واش سيفير كيف ما تيبان؟ لأن كيبان في ملي كنشوفو كيبان صارم في الملعب، يعني واش هو هكا داير ولا لا؟ يعني خارج ملي كتكونوا في التدريب ولا ملي كتكونوا خارجين، واش مصاحب معكم ولا مصطفى اللي مصاحب معكم اكثر؟ لا هو سي كلكان
لا غير قول ما تفهمش العربيه لا قول سي كان ديكزيجون هو اكزيجون ترافايور هو عزيز عليه الخدمه الخدمه فهمتي الا جيتي المنتخب خصك تموت على التوني الا ما بغيتيش تخدم الا ما بغيتيش تجري تريني وهذه خرج شحال من واحد خرج من لا سيليكسيون هو عزيز على الترافاي ولكن ظريف بزاف سي مصطفى شنو ممكن تقول على ايرفي رونار لا هو راجل صراحه عنده قلب كبير بزاف وصراحه تي لعابه تيحبوا تيحبوه وتيحبهم بزاف بحال ولادو وعندهم واحد عنده واحد العلاقه بينه وبين اللعبه بحال خوهم الكبير ماشي هذاك اللي تيجي وتضربهم بالعصا ولا تيقول لهم تيجي لا المره الاولى اللي تيشوف اللعابه دابا تيقول لهم باش يطلعوا فوق قبل يغنيو باش يقول لهم اجيو دخلوا في المنتخب باش داك الساعه باش داك لابريسون تحيد ومن بعد تيهضر معاهم وتيضحك مع اللعبه صراحه عادي وما كاينش ديك الحسابات حيت بعض الاحيان للاسف كاين بعض المدربين وهذا الشيء يمكن عشناه في شي مرحله من المراحل كاين شي مدرب كيكون عنده مثلا شي خلاف شخصي بروبليم بيرسونيل مع شي لاعب وما يدخلوش يلعب ولا هذا الشيء ما كاينش ما تقدرش يا حبيبي اللي كنت مدرب اللعبه الاول خصك تتسنى باش يحبوك اللي بغيتي اللعابه يعطيوك خصو يحبوك في الاول اللي ما حبوكش ما ما تقدرش انا نقدر نسمح المدرب خصك تسمح للعابه اما ما كايناش ما تقدرش اللاعب يدير لك شي حاجه وما تذكرتش على شي حاجه ميم انت خصك تسمح انت اللي خصك تسمح وتدفعوا باش يمشي لقدام باش يعطيك اللي عنده ماشي بنادم يسد على الباب ويقول انا اللي تنعرف ولا بنادم خصو يكون مفتوح واللعابه ديالك هو اللي هما اللي يعطيوك باش تلعب ماشي انت اللي غادي تلعب شكرا اون كيستيون واحد السؤال اللي كنت انا بغيت نطرحه على ايرفي رونار اتصلت به البارح ولكن راه في فرنسا ما قدرش يحضر معنا للاسف انا بغيت نسولكم انتوما لا شيميز بلونش ديال ايرفي علاش ديما كيلبس هذيك الخميجه البيضاء والناس كيقولوا مغاربه شحال كيشد الفلوس وهي اللي عنده شنو السبب علاش ديك لا شيميز ها حيت هو برونزي ودابا الا درتي لو بلون كتبين كيفن بوغوس يا سلام عرفتي درتي هذه زوينه لان فكرتيني كنعرف بان فيصل فجر الاصول ديالو امازيغيه وكيغني مزيان ايناس ايناس غادي نسمعوا ولكن من بعد واحد الميكرو تروتوار مشينا سولنا الناس في الشارع وقلنا لهم علاش ايرفي رونار كيلبس هذيك لا شيميز بلونش كانت اجوبه غريبه نسمعوها حالا ورجع السلام عليكم عليكم السلام شنو رايك في الانجاز اللي حققه المنتخب الوطني المغربي والتاهل ديالو للمونديال هذا الحلم ديال المغاربه ديال 20 سنه والله الا فرحنا حنا وليداتنا وخرجنا ونشطنا وضحك فرحونا الله يفرحهم الصراحه انجاز تاريخي اصلا كان مستحق حيت صافي واحد 20 طون ما شاركناش كاس العالم في نظرك علاش المدرب ديال المنتخب ايرفي رونار ديما تيلبس قميجه بيضاء لحقاش انيق وزوين كيفاش انيق وزوين القميجه كتجي مع الموالير كتجلب ليه الحظ Peut-être que c'est un choix ديالو هو سي اون سورس دو موتيفاسيون اللي عنده هو كربو هذيك القميجه كتفيل عليه بالربح وبالخير والبيض هو شعار ديال السلام كيحيد عليه العين وتابع وانا عرف لي هي اللي عنده وقيله سابورت بونور بالنسبه لي هو بحالك انت كيما كدير شي حاجه داك شي بسيشيك هذيك القميجه بيضاء فال على الخير فال الخير والجميل انه لاحظوا الناس بان لا سيلويت ديالو تبارك الله ولا كونديسيون فيزيك ديالو مزيانه وهذا الشيء خلى مجموعه من المدربين المغاربه للاسف يحطوهم في المقارنه معه بداو كيقولوا شوف هذا المدرب كيفاش نتريني ومسكلي نعم هي الخدمه صراحه انت تكون في هذا المستوى وتكون مدرب ما تقدرش ماشي غادي ندير غادي نهضر شويه قصح نقول ما تقدرش تعلم الاولاد تجي وتكون شويه عندك الكرش تجي شويه مدرب خصو يكون بحال ايرفي رونار صراحه باش اللعابه حتى هما يشوفوا تيخدم بزاف تيخدم بزاف تيمشي للصال تيتريني تيجري تبارك الله وعنده 49 عام
وكل نهار تيفيق وتمشي مع 6 الصباح تمشي يجري كل نهار. والله العظيم بالنسبه لك السي نبيل نعم فان لونطريمون شاك جور وتيرد البال حتى الماكله ديالو تياكل مزيان تيرد البال مزيان حتى اللعابه تيشوفوا السيد لابد يحترموا يعني المدرب حتى هو خصو يكون كيعطي المثال باش الفريق حتى هو يكون تشوف زيدان في ريال مدريد لا راه حيت دابا المدربين ملي كيدخلوا الفلوس راه كي سي نورمال لا مي هذيك الفكره قبل الناس تيتهلاو في روسهم وتنشوف شي واحد ولا غليت شويه وتنقول لك باين عليه خيرو خيرو باين عليه لا مي ما هذاك اللي خرجت علينا شويه فايز الفجر انا كنعرفوك تبارك الله بانك نشيطي ومن لي زيليمون هادشي علاش اختاريناك تكون معنا في الحلقه ديال اليوم اولا لانك تهضر بدارجه مطلوقه مزيان كتهضر بطلاقه وايضا عندك واحد الحس فكاهي وانك ناشط مع راسك منشط الدعوه انا نقول لك فيصل على هذه النقطه اللي قلتي هو الانيماتور ديال لو جروب هو الدي جي ديال الجروب هو اللي هو الدي جي ديال الجروب يعني دي جي ديال الجروب يعني ما يمكنش اننا غنطلعوا للبيوس مثلا باش يدير شكون اللي غيدير الانيماسيون هو فيصل تياخذ الميكرو سوا تياخذ الميكرو ديال البيس وتيشد في كل واحد بوحدو سوا تيجيب معاه دائما واحد لاباف ديالو تيطلق الموسيقى اللي بغا هو عنده واحد الريبيرتوار ديال الموسيقى عجيب جميع انواع الموسيقى اللي بغيتي كاينه عنده عربيه شي حريفيه الراي جميع انواع الموسيقى وهو اللي تي انيمي كسو سوا في البيس كسو سوا اذا كان العيد ميلاد كسو سوا في الماتش في الفيستيير دائما فيصل هو هذاك 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 الشخص اللي غيدير الانيماسيون لو جروب تبارك الله هذاك الشيء علاش دابا غادي نسمعوا منه شي اغنيه مع لا تروب اللي عندنا اللي حتى هي كل شيء جا اليوم بالتصفيقه تهر عليهم تبارك الله كل شيء جا اليوم لابس لا توني ديال المنتخب غير هو ذاك الكرش اخويا شويه هاني يعني ما هضرتش انا ما شفت حتى واحد التصفيقه تهر عليهم عافاكم ضروري الموسيقى ضروري تسمع لنا شي حاجه ناسي ناس ناسي ناس ما يريغ ما يريغ ما يريغ ناسي غي زمان او ناوريو فين وناوريو فين او ناوريو فين ناسي شي ونادي تبون ناسي ناس ناسي ناس ما يريغ ما يريغ وما يريغ ناسي غي زمان وشوف هو بيبيك عنده كانت عنده كارير يديرها في الغناء ولا في الكره اختار الكره ياك لا حيت ميم دون لا فامي جي مون فرا اوسي كي شونت خويا الكبير كيغني تيغني حتى هو داز في ستوديو دوزيام 2007 تبارك الله اش كيغني لوكسيدونتال ولا الاوريونتال لا لا لوكسيدونتال ولكن لو كوزان ديالي في 2007 اللي ربح كوزان ديالي مروان البكري اللي في كازا الكوزان ديالك سمير فاجر دار سمير فاجر خويا مروان البكري وعلي البكري كوزان ديالي تبارك الله دونك موسيقى كاينه في العائله تبارك الله عليك ما عندي ما يتسالك حاضره معنا اليوم واحد النجمه مغربيه اللي غنات واحد الاغنيه خصيصا على المنتخب الوطني المغربي والتاهل ديالو للمونديال استقبلوا معي عفاكم بحراره الفنانه اسماء المنور ولادنا رجال سبوع رايتنا راه مرفوع احنا جينا لا لا تقولوا ما جينا نفرح اليوم شحال سنينا عمرك شفتي السبع خايف كيتخلع ولادنا رجال سبوع رايتنا راه مرفوع Ah!
أصبح منور، مرحبا بك مرة أخرى وتبارك الله عليك، دائما أنيقة تبارك الله ودائما حاضرة مع المغاربة في أي محفل من المحافل. هذا واجب. شنو رأيك في التأهل ديال المنتخب الوطني المغربي للمونديال؟ فخورة وسعيدة بزاف، وبغيت نقول هاد الناس اللي هما كيمثلوا ليكيب ناسيونال والناس اللي وصلوا واحد الفرحة من بعد 19 سنة، كنقول لكم باسمي باسم عائلتي من أصغر واحد حتى الأكبر واحد والمغاربة كاملين دار دار درب درب، كنقول لكم شكرا جزيلا. طبعا اغنيه جميله للمنتخب الوطني المغربي. وانت كي جاك الاداء ديال اللعابه فيصل فجر كتبعي شويه من سنت مازير شاهدتنا كلنا مجروحه فيهم كاملين واحد واحد، كيلعبوا بالقلب ديالهم وسنين وهم عارفين راسهم بغاو يفرحونا، ولكن شاء القدر انها تكون في هذا العام هذه في هذا الشهر ديال نوفمبر اللي انا سعيده فيه بزاف، تراو فيه بزاف ديال الاحداث رياضيه ومغربيه كبيره، وتجملات بالتاهل ديال المغرب باش نطلع انا في الطوموبيله في السقف وما كنغلطش الزنقه. لا نزيدك من الاشياء اللي كتضحك ان بزاف ديال الشباب المغاربه سمعوا روسيا وبقاو كيقولوا روسيا روسيا، وانا كنسمع شعارات وكنغني معاهم ما عارفاش كنسمع شارابوفا. ولكن بغيت نقول المغاربه كاملين احنا غنمشيو لروسيا ومشينا ليها، ولكن المغربي عقبته لبنت بلاده. تماما. برافو. اسماء منور تفضلي معنا، تبارك الله عليك. تصفيقات على اسماء منور. صافا الله يبارك فيك، تبارك الله، اغنيه جميله ياك. بارك الله عليك. تبارك الله. طبعا اسماء شكرا على هذه الاغنيه، هذه مجموعه من الفنانين ايضا غنوا مجموعه من الاغاني على المنتخب الوطني المغربي، وكان احتفالات كبيره في مختلف ربع المملكه من طنجه للقويره وايضا مجموعه من الدول، الناس خرجوا فرحانين وشحال هذه ما فرحنا هذه الفرحه بحال هكا. غادي نخليكم ونخلي الجمهور يشوف معنا هذه الاحتفالات وهذه الفرحه ديال المغاربه في مختلف المدن المغربيه، نشوفهم حالا ورجعوا. الآلاف من المغاربة في حضرة الفرح الكبير، مغاربة ينتظرون وصول الأسود التي زأرت في أبيجان. بعد دقائق زف الفرح، اختلط الفرح به سيريا الجماهير. كان يوم المغاربة من طنجة إلى القويرة، اكتظت شوارع مدينة العيون بالسيارات وحشود المواطنين. انطلاقة قوية للفريق الوطني المغربي، وانتم كتشوفوا الجمهور المغربي كله فرحان. الحمد لله من دنوك غادير كلشي فرحني الفوز المنتخب ديما المنتخب. الشباب كامل وانت كتشوف الدليل بان كلشي خرج غادير كامل هنا في لاكوط. احتفالات جميلة هذه 20 عام باش غاب علينا هذا التأهل هذا المونديال. انت لعبتي في مصطفى حجي في المونديال ديال 98، كتذكر معايا شوية ذاك اللحظات؟ كان عرفتي انت تلعب مع المنتخب ما كان احسن حاجة تلعبها هي المونديال،
دونك تتحلم باش تلعب المونديال وتجي المنتخب ما تتحلم على شي حاجه اخرى تتلعب باسكو في ذاك المونديال تتمثل بلادك بزاف وشحال من الشعب عرفتي ان اللاعبين ديال الكره تيحلموا على واحد الحاجه المحبه ديال الشعب باسكو ما تتربحش اكثر من هذا الشيء المحبه ديال الشعب ديال الناس وتمشي المونديال عرفتي انه هو هذاك المحبه تقدر ترد لهم ذاك شويه ديال المحبه اللي عطاوك ترد لها في ذاك لي كاليفيكاسيون ديال المونديال. نرجعوا نذكروا هذه الفتره هذه المشاركه ديالكم في المونديال ديال 98 اللي بزاف ديال المغاربه يعني تاسفوا لهذيك الاقصاء اللي كان فيه واحد الاتفاق ما بين جوج ديال الفرقات ما عليناش وهذا التاريخ مشى نتمنوا الجاي يكون احسن ان شاء الله نشوفوا فيديو ديال هذه المشاركه هذه ورجعوا Plenty of space here for Hadji. Oh, great goal for Morocco. It's a lovely run from Hada. Oh, Morocco are back in front. And the goal beautifully taken. And Ronaldo's onside. And the best player in the world scores for Brazil. Ball, Henry backtracking, but not sufficiently, and Bashir scores. Really struck it well. Leighton beaten on his near post. Header, and he's got away from David Weir. And is it going in? It is! It's 2-0 Morocco. Pushed up in the air by Jim Leighton, and he's unable to recover. Another long, searching ball. Finds Header. It's a useful header. Bashir, lovely skill, and resisted the challenge, and scores! Got a deflection, I think, off Henry. صور جميلة ولحظات جميلة عشناها طبعا وعاش معكم الجمهور ان شاء الله هذه المرة في روسيا غادي تحققوا النتيجة احسن واحسن ان شاء الله جميل لعبة اللوك ديالهم تبدل من بعد ذاك الوقت باقي واحد شوف دابا سعيد بحال ذوك اللعابه ديال 98 شيبو هذا الشعر ديالو شيبو شيبو ديالو بحال شيبو شيبو ديالو لعابه كاملين كان عندهم هذا اللوك هذا اسمع المنور غتمشي لروسيا بيان سور انا بليزا واجده ياك خمسه د المنطات شعار ديال المغاربه في هذه اللحظات والواليده روسيا مغاربه لا تقول لك وجدي الباليزا روسيا بلا فيزا اسمع منور انا صراحه ما كرهناش نعاود نسمعوك ولكن هذه المره ما كرهش نسمعك بالاغنيه ديالك طبعا اللي حققت نجاح كبير عنده الزين عنده الحمام ولكن تغني على هذا الزين وهذا المنتخب الوطني ما كاينش ما احسن منهم نغنيها اليوم دفاعنا واعر حيت ما تمرك علي حتى بي والو تا واحد ما يفوت الكاري دي زويت وانا والله عجبوني نموت عليهم وانا بلا ما تسولوني لروسيا غنجيهم وانا والله عجبوني انا نموت عليهم وانا بلا ما تسولوني لروسيا نجيهم عندنا الزين عندنا الرجال لعبه ديالنا هذا الوطني جبال والعزل ولادنا عندنا الزين عندنا الرجال باللعابه ديالنا حاضرين واقفين بحال جبال والعزل ولادنا عندو الزين عندو الزين عندو الحمام ودايرو في دارو وانا الحب وانا الغرام جبني تلدارو
الاسماء المنور. شكرا. فيصل عطي المغاربه شنو داروا على روسيا ملي قالوا راه المونديال غيكون في روسيا؟ انت كتدخل الفيسبوك كتشوف غير تصاور ديال الروسيات. ها دابا حنا ما غنتسناوش حتى نمشيو لروسيا باش نتلاقاو مع الروسيات. اليوم حاضره معنا واحد الروسيه في البلاطو. سيقات هرع فيكم على فالنتينا. بلاتي ما يمكنش استقبلتوا اكثر من فيصل. بلاتي الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم. اهلا وسهلا مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا بزاف. يلا فالنتينا نهار كبير هذا. انا عرفت بانه انت الاصل ديالك من روسيا ولكن استقريتي مؤخرا في المغرب مع الزوج ديالك يحيى اللي كنرحبوا به حتى هو. تصفيقه تهرى عليه. فالنتينا طبعا هي روسيه عايشه في المغرب. هذه سنتين باش جات للمغرب. كل شيء بخير؟ واش انت لاباس؟ الحمد لله كل شيء مزيان. تبارك الله عليك. كتعرفي الدارجه شويه؟ شويه الحمد لله. شنو كتعرفي في الدارجه؟ انا عارف انا من روسيا. قربي الميكرو شويه. عجبني. قربي الميك. انا جيت في المغرب من روسيا. انا هنا يا ديجا 5 شهور. المغرب وفورماطاوك. عرفتي باش تجي 5 شهور المغرب وتولي تهضري بالدارجه؟ راه انا خايف على رواسه في المونديال والله. قول لي المغرب بلاد زوينه بزاف. عجبني مالك ديالنا زوين سي محمد السادس. اش مالك هنايا في المغرب كاين فيها امان. هادي مزيان. الامان. امان. بارك الله عليك. هذا مزيان. واش مالك وشنو اخر؟ مغاربة كرام. مغاربة كرام. كرام. بارك الله عليك. سهية سهية كيفاش تلاقيتها أول مرة؟ دابا أنت ديتيها روسيا قبل من المونديال. كيفاش قبلتيهم؟ كيفاش؟ واحد النهار كنت مسركل في الفيسبوك وقلت زعما نهضر معاه نتعرف عليها. ساعة هي صدقات بعيدة عليا في روسيا وأنا تما بعيد عليها. تلاقيتها في الفيسبوك في الأول. فوالا. أنت مشيتي لروسيا سمعت من بعد قريتي في روسيا؟ لا أوكرانيا. فوالا. أوكرانيا. أي في روسيا تما. قريب الدور. قريب مع الدور حدود خاطوب. وتلاقيتو تما؟ جات لعندي. فوالا جات لعندي. جات لعندك؟ جات بعدا من بعد مده. حتى هضرت مع الوالده ديالها في السكايب وشافتني كيف داير ومعاهم تما شي شويه كيخافوا على بناتهم. فهمتي؟ اي مزيان. انت شنو ممكن تقول للشباب اللي كيشوفنا يعني اللي يطلعوا يتفرجوا في روسيا؟ ويطلعوا ومرحبا بهم يتفرجوا في روسيا مزيانه. راه بغاو يتعلموا شي الكلمه باش يتواصلوا شويه. نعلمهم مرحبا على راس العين. قول لي شنو هي كراسيفا؟ انا سمعت شويه. شنو هي كراسيفا؟ هي جميله زوينه. جميله. بصح بارك الله. كراسيفا. كراسيفا. شنو هي؟ مياتش. مياتش كره. ميات. انت كتلعب مياتش مزيان. مياتش مزيان. طوب بارك الله عليك. شنو هي؟ فاروطا. فاروطا هي الشبكه. ان شاء الله اللي غادي نبقاو نماركيو على عباد الله الى حين ان شاء الله. خاصك تضرب الفاروطه. مياتش في الفاروطه. الفاروطه ما تخممش. واش شنو هو ليكيب ناسيونال؟ قول لها شنو هو الفريق الوطني تقولنا بالروسيه؟ فوتبولنا كوماندا فريق الوطني. اوكي.
انا نسولك واحد السؤال فالنتينا، نسولك واحد السؤال. الى لعب المنتخب المغربي مع المنتخب روسيا، شكون غادي تشجعي؟ ترجم ترجم. فهمت انا فهمت عرفتي شنو؟ روسيا بلاد زوينه تاعنا، زوينه بزاف. انا كنبريك يحيى، انا جد هنايا في المغرب باش نسكن مع يحيى. وغادي تشجعي شكون؟ منتخب ليحيى. انا من المغرب. نعم هي من المغرب. هي مع المغرب. مع المغرب مع المغرب. بغيت نعرف شنو عجبك بزاف في المغرب؟ شنو الحاجه اللي عجبتك في المغرب؟ المغرب ناس زوينين، ماكله لذيذ بزاف بزاف. وهنايا الجو مزيان، ما كايناش الثلج بزاف. و المغاربه مساكن غيمشيو يكزوا عندك. نسات. ايه هنايا فيها مسلمين، انا مسلمه. نقولوا انا تنقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. مليك ديالنا زوين. شكرا محمد السادس. اي شريكين. شكرا. فالنتينا، شنو ممكن تقولي للمغاربه اللي كيشوفوك دابا؟ مرحبا بكم عندنا في روسيا، وليت بنيت. ميرسي. شكرا شكرا. صباح الجي. طبعا كيف ما قلنا في الاول، انت لعبتي في مونديال 1998 والان غتشارك في هذا المونديال هذا. بغيت نسول انا فيصل الفجر، واش تبعتي مونديال 98؟ بيان سور. شحال كان عندك من عام؟ 9 ans. كنت عقلت انا لي زاكسيون لي بوت كلشي. دابا البرازيل اللي خرجوا علينا نورمالمون، خصو يربحوا لا نورفيج، ولكن ما عرفتش اش ديروا هذا الماتش. دمصوها بيناتهم 2-1 وما مشيناش للويتيام دو فينال. ياك دمصوها بيناتهم ياك. فوالا بيناتهم، هادشي بينات النرويج والبرازيل. بالنسبه لك انت يا مصطفى حجي، في ديك الفتره هاد اللاعبين اللي كيلعبوا دابا، شكون هو اللاعب اللي كنتي كتمنى لو كان معكم في ديك الوقيته هذا من هاد اللاعب؟ صراحه كاملين انا ما نقول، ما نقدرش نقول لك واحد فيهم. 26 اللي كانوا في لا كوت ديفوار صراحه كلهم مزيانين. لا تبارك الله عليهم صراحه، وفرحت لهم باسكو صراحه، وفرحت للجمهور المغربي باسكو من 98 بحال اللي قلتي حتى لدابا شي واحدين بحال فيصل دابا، شحال من واحد ما عقلش على المنتخب المغربي يكون في المونديال. الدراري اللي عندهم 20 عام دابا ما عقلوش مساكن. ما عمرهم شافوا بلادهم في المونديال في الطوب. دونك سي صعيب صعيب هذا الشيء. ولا الشباب ديالنا المغربي خصو هذا الشيء، خصو الحمد لله بهاد اللاعبين يفرحوهم، يكون عندهم بحال لي زيدول بحال فيصل. باسكو الولد الصغير اللي تيجي تيكبر في واحد المستوى لابد يكون عنده لي زيدول باش يشوف شي واحد اللي تيشوف فيه شي حاجه. قلت نبغي نقول بحال هذا. في نظرك مصطفى، انت اللي في الفريق ديال المنتخب الوطني المغربي، يعني الا بغيت نسولك واحد السؤال، شنو السبب اللي خلى ان الكره المغربيه تغيب عليها هذه الفرحه هذا الوقت كله؟ يعني علاش المنتخب هذه مده ما بقى كيدير؟ باسكو ما كانش عندنا واحد السيد بحال السي القجع صراحه، تنقولها من قلبي. اللي كان شي الناس بحال السي القجع الله يمرها هذا ولا هذا الشيء، تنشكرو بزاف لهذا الشيء اللي تيدير الكره المغربيه. اللي ما كانش بحاله ما عمرو تكون الكره بحال في هذا المستوى دابا. وكان نبغي نحيي بدوري طبعا رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجع، تحيه كبيره ليها فكم. فوزي القجع طبعا اللي حتى هو ساهم في نجاح هذه الحلقه، لانه اتصل برئيس فريق خطافي باش خلاه سي فيصل يكون حاضر معنا، فشكرا ليه وشكرا للمجهودات اللي قدمها من اجل الكره المغربيه. الان غادي ندير واحد الاستراحه فكاهيه ياك معنا واحد ليموريست اللي حتى هو
من ابناء الجاليه المغربيه، حتى هو محترف برا، حتى هو كيلعب برا. غادي نطلب منكم تصفقوا بحراره على الكوميدي سيف الدين. تحية لأحلى منتخب. واو 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 على وليدات رونار نداونا كوت ديفوار وراه بغدري من هوا يا حبيبي راه بغدري من هوا يا حبيبي وفن شرقي وراه بغدري من هوا يا وليد ويا دير مازال الكاس يدور بي ويجيبوا لينا تاني ومازال الحمد لله الحمد لله دزنا بلا ما تربح الكوت ديفوار حقا خاصها تخسر لا حقا خاص الشتا طيح في مالي لا حقا خاصنا نتعادلوا لا حقا الراس الاخضر خاصو يتفور لا حقا البنين تولي بنات جابوا لنا مدرب جون كيطير كينقز كيعيا كيغوت كيهضر قمشتو كتبقى بيضه ما كتكمش والجمهور كاين شي جمهور عمرو تفرج شي مات نهار هنا قال كروسي عيطت عيطت لبن عطيه وانت مالك سميت ميلود وباغي تدي مينوش كان جات الماتش سالا مع السبعة ونص ثمانية قلت له فيسبوك تبدل احمد ولا تسميتو احمدوفيتش عصام ولا تسميتو عصام سكي وحده سميتها بشرى دارت بشرى بوفا كاتبه تقاسم وجهي روسيه هي اصلا وجهها لا تقاسم لا مواويل قلت للوالد الله 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 كندير لك الموال قلت للوالد غادي نمشي نجيبها من روسيا اش من روسيا ولا يونان ديها بنت بلادك تمدغك ما تسرطك شاف الوالده شاف فيا بقى لدابا ما مسروطالوش هي اصلا سرطاتو بلا مديغ ميرسي غنزيد لواحد الحاجه غنحيينا بالعياشي حيت قبيله رشيد كيسولو وبدا عليهم هذا كيبغي يبتي خصفر لا هذا كيغوت لا هذا كيفيق بكري حسيت بكمهم لا لا يخطيك علينا ميرسي بارك الله عليكم دابا كاينه واحد المساله اللي سمعتها وبغيت نتاكد منها بانه تيلمون يعني المدرب سيفير وصارم في التعامل ديالو خصوصا ملي يتعلق الامر بالتدريبات ولا التعليمات سمعت بانه شي مره فوزي القجع اللي هو رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم خلص غرامه لانه خلى التليفون ديالو شاعل واش فري هذه القضيه؟ اه بصح باسكو كاين واحد لا ديسيبلين وداك فلاف داك لا ديسيبلين تيدخل فيها كل شيء الاحترام وسي القجاع تبارك الله صراحه كان واحد لومبيونس واحد لارموني في الفرقه ما تتصورش يعني صراحه وسي القجاع عنده واحد حاجه اخرى اللي تعجبني بزاف واحد الحاجه انسان عظيم يعني دابا نقول لك واحد المثال اللي مشينا في كوت ديفوار شفت المغاربه تبارك الله عليهم الناس اللي جاوا حتى لهيش تكرفيصه زعما ماشي شي حاجه وجاوا بواحد الكم هائل يعني صراحه والرئيس كنا جالسين وواحد السيد جا عنده باش يقول ليه السي الرئيس فين هادي جلس في الاستاد مع لي زوفيسيال قال له اخويا ما تصدعنيش مع لي زوفيسيال الناس جايين من المغرب انا اللي جلس معاهم مع الجمهور والله جلس مع الجمهور صراحه الو والقضيه ديال تاع فيصل فجر سمعت كيجي هو الاول سمعت فجر كيفيق مع الفجر باش كي ضروري الصباح بكري اول واحد كي الفجر الصباح بكري كاين واحد المساله عند المدرب نرجعوا للمدرب اغبي غناغ عنده واحد المساله ملي كي يكون في الماتش راه ما كيبينش المشاعر ديالو نو تتسنى لاخر دقيقه باش داك داك كاع داك لا بريسيون اللي فيه وداك الفرحه تيخرج حتى الدقيقه الاخرى نشوفوا الرياكسيون ديالو نشوفوا كيفاش كيكون اغفي غنا نعم نشوفوا يلا محاول المرور يمر الديرار ديرار لمن ديرار لمن ديرار يمر الرزيو
الجميل. روعة 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 روعة. قبو قبو لا يصدق ما يشاهد. شوف حنا غاديين ديجا بافونتاج، درنا عندنا ديجا تعادل، حنا تعادل ندوزو به، ماركينا بيت اللي اهلنا والناس فرحانين هو كيديرهم. شكرا عليكم. باسكو صراحه في هذا الماتش هذا تماركا البيت وخصنا مازال الوقت. اه نورمال هذاك الفرحه، وهو ذاك الفرحه تيخليها بحال اللي قلت لك تيخليها لحتى الاخر. دخلنا في الفيستير وذاك الساعه طلق راسو. عندكم شي اسم ديال شي لاعب مغربي تبغيو انه يلتحق بهذه المجموعه هذه؟ وهنا بغيت ناخذ رايكم يعني في بعض اللاعبين، شنو رايكم في بعض اللاعبين اللي مثلا كتلقاه تزاد مثلا في بلاد من غير بلادو، عنده الجنسيه ديال شي بلاد اخرى ولكن الاصل ديالو مغربي، ما كيلعبش تحت الرايه المغربيه، كيفضل انه يلعب لدوله اخرى. شنو رايكم انتم في هذه المساله هذه؟ نورمالمون كتشوف الوالدين ديالك صافي جالسين حدا، كتشوف الوالدين ديالك ماشي ماروكان خصك تلعب مع المغرب صافي، ما كايناش هادي نورمالمون. ولكن ما بغيتش نهضر في هذا لو سوجي، ولكن نورمالمون صافي جالسين مع ماماك وباباك مغربي صافي لعب مع المغرب، واخا عشتي في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في هولندا. انا عرفت اللاعبين جينيرالمون لعابه الكره ما كيبغيوش يهضروا بزاف خصوصا في هذه المواضيع، ولكن كيهضروا مزيان برجليهم ياك. داكشي علاش غادي نشوف نعطي واحد التحدي صغير ياك سي فيصل الفجر، انا كنعرفو كيجونغلي بواحد الطريقه زوينه وغيكون معاه حتى سي صباح الجي. انا شرفتها كدير واحد الجونغلاج واخا ما عنديش. شرفتي؟ واه شرفنا مع الشوط. لا 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 باقي باقي قالك تصببت ما عندناش ثقه تهرى لي معكم. هالكره هي هالكره هي غادي تجونغلي لينا بهدف. ثقة تهرى علي معكم. اي 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 علي 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 فين غاديين؟ اخويا حنا غنمشيو جمعنا الباكتاج ديالنا غشتو الطريق ان شاء الله لروسيا، فهمتيني؟ غشتو الطريق لروسيا، وسوا نجيبو لا كوب دي موند ولا نجيبو مولات لا كوب شوفار. كوب كارس. اش كتعرف الفتيات؟ واش غتمشي تزوج؟ ويا بيني وبينك الواحد خصو يضرب الحديد ما عندو سخون ياك، ولكن مع الجو بارد ما معاونش. شنو وجدتي لهاد الرحله؟ وجدنا والو، وجدنا الشنطه والمنطه وشويه المساخن، وداك كتاب كيفاش تتعلم اللغه الروسيه في 6 ايام بدون معلم. واش ناوي ترجع؟ نرجع وانت بنجي ليا كترجع، وتشكين شي واحد غيخلي روسيا والشعبات اولو بنادم وتلقى مع هذا الميكروب هذا. شي رساله للشعب الروسي؟ غنقول للرواسه وخا نتوما قواسة أو الله يتغديوا. شنو غدير معاك أخويا؟ غدير روسيا شناهو؟ تمال هذاك وتسحابو راه داو على لاكوب. عندك باسبور؟ لا، واحد عمي في طاليان عنده، غنعدي لاكارت لاسيونال. قطعتي الطيارة؟ علاش مكاينش الكار؟ شي رسالة للشعب الروسي؟ أنا ما عنديش رسالة، انا نصيفط لها ديريكت في الواتساب. انا متفق معك والله، حتى متفق اخويا صيفطها له، واخا عارف ما عندو الصوت ولكن غادي يصيفطها هو، راك عند كلمته فهمتيني. شوف اللعيبه نشوف اخويا الله الله غنشوف غنشوف وتطلق الله يرحم بوك مزيان هاد اللعيبه كاميرا. لا نبيل عياشي مصطفى حجي وخويا فيصل الفجر تبارك الله عليكم.
دابا الخطوة المقبلة إن شاء الله روسيا 2018، نتمنى إن شاء الله تحققوا شي نتيجة إيجابية. وأنا أمنيتي أمنية جميع المغاربة هو في حقها حلم، واش نقدروا نشوفوا هذه الصورة هذه في روسيا 2018 إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. رشيد بغيت نسولك، أنت جمعتي البريزة ولا مازال؟ أنا غتمشي لروسيا ولا ما تجيش؟ ضروري بيان سير غنمشي. البريزة جمعتيها؟ جمعتها. وشنو غتمشي دير في روسيا؟ غنمشي تا نشجع غنمشي نعانق الحلم الروسي. واخا شكرا لكم بزاف، شكرا اللي حضرتوا معنا ونورتونا في هذه الحلقة هذه، وكنتمنى لكم ان شاء الله انكم تحققوا انجاز كبير في هذا يعني في هذا الاستحقاق القادم ان شاء الله، والمغاربه كلهم معكم. عندنا لكم واحد المفاجاه غنسالوا بها الحلقه ديال اليوم، غنكتشفوها من بعد الفاصل. بارك الله عليكم. هذه هي المفاجاه اللي حضرنا لكم. طبعا كي جاتكم المفاجاه؟ تبارك الله على الشيف. تبارك الله ياك الشيف امين كيك تفيقه تحرى عليه. السلام عليكم. تبارك الله عليك. الله عليك. الله يبارك فيك اخويا رشيد. الشيف امين تبارك الله عليك، هذا حلم كان عندك ياك ولا لا؟ وي السلام عليكم. اول حاجه شرف لي انني معكم في البلاطو. مرحبا بك. ثاني حاجه انا انفون في ربح الفريق المغربي، طات عندي ليدي انني بغيت نهدي ليه واحد الهديه، وكان حلو كيف قلت السي رشيد وانني نهدي ليه يعني كاطو ديزاين ديالو على شكل انه كاليفيكاسيون ديال الكوب دي موند. انا انفون فرحه كان طاحت لي هذه ليدي انني ندير لا كوب دي موند هنايا، ندير لافيو وندير لايروبور وهادشي كامل كاين دون نوتخ باي اللي هو المغرب. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. وبالفضل ديال السي رشيد انا حققت لنا الامنيه هذه وعيط لينا، وباسم الفريق ديالي كنقول لكم الف مبروك وميرسي بوكو بو هذا الكاليفيكاسيون. تبارك الله عليك. الله عليك. شوف امين. وي سيدي. دابا درتي طياره وسميتو لا كوب وهذا، ولكن اللعاب اللي غير في الطياره فين هو؟ اللعاب ما نسيتوش. ما نسيتيش؟ باسكو ما يمكنش ينسى اللعاب اللي يرفع الرايه ديالنا.